بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتحدث في هذه الحلقة عن ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول وبالله التوفيق. لقد ختم الله سبحانه وتعالى النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وذلك يستلزم ختم المرسلين، لأن ختم الأعم يستلزم ختم الأخص بلا عكس. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فلا ينافي ذلك، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته هو المتقدمة، لأنها منسوخة، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا، فيكون خليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين أمته. فهذا النبي الخاتم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قد بعث بخير كتاب وأتم شريعة وأفضل ملة وأكمل دين، جاء بشريعة كافية لحاجة الخليقة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وكمل به عقد النبيين فلا نبي بعده. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون ويعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. زاد مسلم: فجئت فختمت الأنبياء. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معناه، وفيه: فجعل الناس يطوفون به ويقولون: هلا وضعت اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. رواه مسلم. قال الحافظ في الفتح: قال القرطبي: اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه صلى الله عليه وسلم الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد، والله أعلم. قال العلماء: السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة. قال السهيلي: وضع خاتم النبوة عند كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. وقال الحافظ ابن كثير: فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. قد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجات، فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجن أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله.
وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنه بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتقاء أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم في غاية الصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات. فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دائما مستمرا ما دامت الأرض والسماوات. والحكمة في ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت نبوته صلى الله عليه وسلم خاتمة للنبوات، لأنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا كانت رسالته عامة للناس فلا بد أن تكون شريعته كاملة شاملة لمصالح البشر، لا يحتاج معها إلى شريعة أخرى. وبعثة نبي آخر كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الشيخ أبو الأعلى المودودي في رده على القاديانية: ونحن إذا تتبعنا آية القرآن بغية أن نعرف الأسباب التي لأجلها ظهرت الحاجة إلى إرسال نبي في أمة من أمم الأرض، علمنا أن هذه الأسباب أربعة. أولا، كانت هذه الأمة ما جاءها من الله نبي من قبل، ولا كان تعاليم نبي مبعوث في أمة غيرها أن تصل إليها. ثانيا، كان قد أرسل إليها نبي من قبل، ولكن كان تعليمه قد انمحى أو لعبت به يد النسيان أو التحريف، حتى لم يعد بإمكان الناس أن يتبعوه اتباعا كاملا صحيحا. ثالثا، كان قد أرسل إليها نبي من قبل، ولكن تعاليمه ما كانت شاملة لمن يأتي بعده وافية بمتطلبات عصرهم، فألحت الحاجة إلى المزيد من الأنبياء لإكمال الدين. رابعا، كان قد أرسل إليها نبي، ولكن كانت الحاجة تقتضي أن يرسل معه نبي آخر لتصديقه وتأييده، وكل سبب من هذه الأسباب الأربعة قد زال بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة للأمة الإسلامية ولا لأية أمة أخرى في العالم إلى أن يرسل إليها نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تولى القرآن بنفسه بيان أن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ولهداية الناس عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا مما يدل عليه تاريخ الحضارات في الدنيا أن الظروف في العالم ما زالت منذ بعثته صلى الله عليه وسلم ولا تزال مهيئة، بحيث من الممكن أن تصل دعوته إلى كل صقع من أصقاع العالم وإلى كل أمة من أممه، فلا حاجة بعد ذلك إلى نبي جديد إلى أمة من أمم الدنيا أو صقع من أصقاعها، فبذلك قد زال السبب الأول. ومما يشهد به القرآن كذلك وتؤيده عليه ذخيرة كتب الحديث والسيرة أن التعليم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا محفوظا على صورته الحقيقية
ولم تلعب به يد النسيان ولا التحريف والتبديل. أما الكتاب الذي جاء به فما وقع التحريف ولا النقص ولا الزيادة في أي حرف من أحرفه، ولا من الممكن أن يقع إلى يوم القيامة. وأما الهداية التي أعطاها للناس بأقواله وأفعاله فإننا نجد آثارها حتى اليوم حية مصونة، كأننا أمام شخصه صلى الله عليه وسلم وفي زمانه، فبذلك قد زال السبب الثاني. ثم إن القرآن ليصرح كذلك بأن الله تعالى قد أكمل دينه بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك قد زال السبب الثالث أيضا. ثم إن الحاجة لو كانت تقتضي إرسال نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم لتأييده وتصديقه لأرسل في زمانه صلى الله عليه وسلم، فبذلك قد زال السبب الرابع. فأي سبب خامس بعد زوال هذه الأسباب الأربعة؟ انتهى المقصود من كلامه، وبه نختم هذه الحلقة. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.